ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية والسلع العالمية ينضم إلينا عبر زوم من دولة الإمارات أستاذ علي حمودي خبير الأسواق العربية والعالمية. مرحبا بكم على قناة أزهرية ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك يا فندم. أبدأ مع حضرتك أستاذ علي من سوق أبو ظبي الذي بدأ الهبوط بعد رحلة صعود ملحوظة في الجلسات السابقة، ما تحليل حضرتك للسوق؟ نعم، يعني رأينا سوق أبو ظبي وسوق دبي بتباين، يعني سوق دبي أغلق بارتفاع وسوق أبو ظبي كما تفضلت كان بانخفاض، والسبب الرئيسي ربما هو المستثمرون في انتظار بيانات مهمة سوف تصدر عالمية، سوف تصدر من الولايات المتحدة لتحدد ربما مسار أو الاعتقاد بأنه الفائدة سوف ترتفع مرة ثانية هذا الشهر على الدولار، وقد تستمر لفترة أطول في ارتفاعات، فهذا أثر على الأسواق المحلية، ولكن ما زالت من الواضح السيولة جيدة، ولا نستبعد أنه يكون جني أرباح بالتأكيد بعد ارتفاعات رأيناها في النصف الأول كبيرة من هذا العام. نعم، بورصة دبي عاد إليها اللون الأخضر بنهاية تعاملات اليوم بعد تراجعها أمس الثلاثاء، ما تحليلك أيضا لأداء السوق وأداء الأسهم الكبرى التي تشهد ارتفاعات قياسية كإعمار العقارية وأيضا الإمارات دبي الوطنية؟ يعني بعودة التفاؤل إذا السياحة وإذا القطاع العقاري، هذه الأسهم القيادية بالتأكيد تحقق مكاسب جيدة، وأيضا ما استمدته من إغلاقات للأمس بالنسبة لكثير من الأسواق التي كانت إيجابية، ولكن كما ذكرنا احنا النصف الأول كان جيد جدا، لا نستبعد أن نرى بعدين فصل الصيف عموما، هذا الفصل دائما ما يكون في قلة السيولة خاصة بعد إجازة العيد التي هناك الكثير ربما من المتداولون لم يعودوا لحد الآن إلى مكاتبهم. صحيح. أستاذ علي، ما توقعاتك أيضا لأداء أسواق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة؟ يعني أتوقع المزيد من الانتظار والتريث لما سوف يحدث عالميا، كما ذكر يعني غدا عندك بيانات العمل الأمريكية مهمة جدا بعد محضر الفدرالي الذي بين لنا أنه اتجاه السياسة النقدية سوف تستمر بالتشديد، يعني 26 يوليو نتوقع 25 نقطة أساس رفع بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هل تتجه أسعار الفائدة الآن الأسواق بدأت تسأل هل تتجه أسعار الفائدة على الدولار بالنسبة للفدرالي إلى 6%، المملكة المتحدة أيضا بريطانيا، يعني هناك هذا الجو من التجديد النقدي من الواضح أنه مستمر، الآن الكلام عن أن المملكة المتحدة سوف يستمر بنك إنجلترا برفع الفائدة لتصل إلى 7% و6.5%، وكل هذا بالتأكيد يؤثر على ربما شهية المخاطرة، وأيضا المستثمرين الأجانب أيضا يأخذوا ذلك بالاعتبار. نعم، ننتقل لتحليل أبرز ما جاء في الأسواق العالمية، نريد أن نعرف رأي حضرتك أستاذ علي بخصوص الذهب وتحركات الدولار بعد صدور محضر الفيدرالي الذي أكاد رفع أسعار الفائدة. يعني عادة مفروض الدولار يرتفع بشكل كبير ولكن لم نرى هذا، ارتفع ومن ثم انخفض مرة ثانية، حتى الذهب بهذا الكلام عن أنه على الأقل 50 نقطة أساس من الآن إلى نهاية هذا العام ارتفاع اخر باسعار الفائده، لم نرى الذهب يكسر حاجز ال 1900 دولار، وذلك لانه هناك ما زالت مخافه انه كل هذه الرفعات او التجديد السياسه النقديه سيضر في النهايه في الاقتصاد، ويبقى التضخم، ليس هناك اي بوادر من انه نسب التضخم مع كل هذا الرفع وكل هذا التجديد انه هناك سيطره على التضخم، اليوم بيانات العمل للقطاع الخاص في الولايات المتحده كانت جيده جدا، هذه ايضا اقنعت الكثير من المستثمرين انه غدا بيانات العمل الامريكيه اللي هي الاوفيشال نمبرز سوف تكون ايضا جيده،
واكبر ربما مما تتوقعه الاسواق، اللي هي بخلق انه الاقتصاد في الولايات المتحده قد خلق 225,000 وظيفه عمل في شهر 6. نعم، ما هي ايضا توقعاتكم لتحركات اسعار النفط خاصه مع تزايد المخاوف من الطلب الصيني، وايضا في ظل ضبابيه المشهد حول مستقبل النفط سواء على الصعيد الاسعار او ايضا الانتاج؟ يعني التاكيد الان اسواق النفط تركز بشكل كبير على صحه الاستهلاك او صحه الطلب اكثر من العرض. يعني نعلم انه المملكه العربيه السعوديه وروسيا أكدوا في اجتماعهم في فيينا على المزيد من خفض الإنتاج. الآن هناك خفض بخمس ملايين برميل يوميا من الإنتاج، ومع ذلك أسعار النفط الآن ونحن نتكلم هي منخفضة 1% بدل ما ترتفع انخفضت. لماذا؟ لأنه الأسواق أقنعت نفسها بأنه هذا كل الخفض من المنتجين الكبار، إذا كانت الأوبك ولا روسيا، هذا معناته انهم قلقين اذا صحه الطلب. وايضا البيانات التي تصدر من الصين، اكبر مستورد للنفط في العالم، ما زالت ضعيفه وليست بالصحه التي نريد ان نراها. ومع استمرار رفع اسعار الفائده فهناك توقعات انه عاجلا ام اجلا سوف يدخل الاقتصاد في اكبر مستهلك للنفط الولايات المتحده في تباطؤ اقتصادي. لذلك نرى هذه التباين مع كل هذا الخفض، انه اسعار النفط ليست ترتفع اكثر من 75 دولار بالنسبه لبرنت، ويا دوبك فوق ال 70 دولار بالنسبه للامريكي الخفيف. نعم، وضحت النقطه. بشكر من دوله الامارات استاذ علي حمودي خبير الاسواق العربيه والعالميه لمشاركته معنا اليوم. شكرا.